الوطن هي وجاي اليوم من الاعلى الهرمل بتتفاجأ بخبر استقالة رئيس الحكومة. هذا الموضوع بيزيدنا اصرار للمتابعة بالمسيرة، المتابعة بالمطالبة بتطبيق الدستور وبناء الدولة العادلة والقوية، لانه اذا هذا الدستور عم بيطبق والدولة القوية موجودة الانتظام المؤسسات بيكون امر طبيعي. من ناحية تانية نحن عم نقول ان شاء الله يكون الاستقالة ما تودي الى التمديد او تأجيل الانتخابات، لهيك بنطالب فخامة الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية من أجل تأمين كافة الاستحقاقات منها وأهمها انتخابات نيابية.